متابعينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا بكم. جوله جديده في اسواق المال والاعمال والشركات والطاقه حول العالم تاتيكم من بنكير. بنكير نبض البنوك. والبداية من سوق الذهب العالمي واللي صعد وسط توترات المنطقة وأمال خفض الفايدة، وفي التفاصيل حققت أسعار الذهب ارتفاع خلال تعاملات الاثنين، فأدى استمرار التوترات إلى توقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي في خفض أسعار الفايدة في وقت لاحق من العام، وكل ده أدى لزيادة جاذبية المعدن النفيس. وصعد الذهب في المعاملات الفورية إلى 2309 دولار و24 سنت للأونصة، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب إلى 2318 دولار و80 سنت للأونصة. ومن الذهب إلى سوق النفط العالمي، حيث صعد وسط توترات المنطقة ورفع السعودية للأسعار. وبحسب البيانات الرسمية، ارتفعت العقود الآجلة للنفط الاثنين بعد رفع السعودية أسعار الخام لمعظم المناطق لشهر يونيو المقبل، وتضاءل احتمالات التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب، وهو ما جدد المخاوف من اتساع نطاق الصراع في المنطقة الرئيسية لإنتاج النفط. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنت أو ما يعادل 9% إلى 83 دولار و69 سنت للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 84 سنت أو ما يعادل 1.1% إلى 78 دولار و95 سنت للبرميل. ما زلنا مع حضراتكم في الجولة العالمية، وننتقل إلى إمارة دبي، واللي نجحت في استقطاب أكثر من 5 مليون زائر خلال 3 شهور. وقالت الأرقام إن دبي استقبلت أكثر من 5 مليون زائر دولي خلال الربع الأول من هذا العام، بزيادة 11% مقارنة بالفترة نفسها في عام 2023، واللي استضافت خلالها 4.67 مليون زائر، وده وفقا لأحدث الإحصاءات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، واللي كشفت عنها خلال الدورة 31 من معرض سوق السفر العربي واللي انطلق يوم الاثنين في دبي. وفي هذه المناسبة، أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي أن أعداد الزوار في الربع الأول من عام 2024 تشير إلى بداية عام جديد من الأداء القوي، بعد أن استقبلت الإمارة العام الماضي رقما قياسيا من الزوار بلغ 17.15 مليون زائر. الخبر التالي في جولتنا العالمية من أستراليا حول تغريم شركة كوانتاس الأسترالية غرامة قدرها 66 مليون دولار بسبب فضيحة رحلات الأشباح، بعد اتهامات بأنها قامت ببيع تذاكر على رحلات سبق ليها أنها ألغتها. وأعلنت هيئة المنافسة الأسترالية أن الشركة أقرت بأنها ضللت المستهلكين من خلال بيع مقاعد على عشرات ألاف من الرحلات الملغاة. كما ستقوم الشركة بدفع تعويضات بقيمة 13 مليون دولار لنحو 86 ألف مسافر تأثروا جراء الرحلات الملغاة أو المعاد جدولتها. وقالت رئيسة هيئة المنافسة والمستهلك الأسترالية جينا كاس غوتليب إن سلوك كوانتاس كان فظيع وغير مقبول. والخبر الأخير في جولتنا العالمية النهاردة من عملاق النقل البحري العالمي ميرسك وآخر تطورات أزمة البحر الأحمر. وقالت مجموعة ميرسك للشحن البحري أنه من المتوقع أن تؤدي أزمة حركة شحن الحاويات في البحر الأحمر إلى خفض قدرة القطاع بين الشرق الأقصى وأوروبا بما يتراوح بين 15% و20% في الربع الثاني من هذا العام. وأرجعت المجموعة السبب إلى أن الوضع في البحر الأحمر بيواصل التدهور وبيتسبب في اضطرابات في قطاع النقل البحري. دي كانت نهاية الجولة العالمية للأخبار، شكرا لحسن المتابعة. بنكير نبض البنوك.